السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. وفيديو جديد كما العاده. واحد الاخ تصورت فيديو نتاع الطريق اللي يخدموا فيها، الطريق نتاع دوار جابر، وواحد قال لي درنا شي فيديو كون طول شويه. ومرحبا خويا زين على الراس والعين. انا رجع عند مشيت خيبر هنا لونتيسمو، ها هي كما كتشوفوا، ها هي تعملنا يدخلوا في الطريق هنا يعني كامله دي الزوايا يكبروها. الطريق نتاع من تمشي للمدرسة تاع السالم، وهذا طريق دوار جابر كيما كتشوفو هنا. هما كيما كتشوفو هنا في الأرض، هاو الأطراس هنايا، هنايا تاني الأطراس، دخلوا من هنا ودخلوا من هذه الجهة. اه حتى هنايا هاد الجهة تاع العمارات اللي هنايا، اه مدخول لهم كاع تردقو داك الطريق هنايا، ومن هي كذلك. جزيئا انت عزيزي، اه حتى هنايا كما كتشوفوا هنا عاوتاني، وهنايا الطريق زادوا علاوها، كانت طريق هاودة راهم زادوا في زادوا فيها التوفنا باش طلعوه. وكان سولني قال لي واش في داك الاخ هذاك في الفيديو الاخر قال لي واش دي يحيدوا شي دار ولا، ما كنظنش يعني الطريق راه بعيده والله اعلم ما نعرف. هنا فين تكون الرومبا بالضبط كما قلت لكم، هنا هادي تكون دبرفو هنايا، هادي الطريق نتاع دوار جابر مزيان. هنا الطريق هم يخدمو فيها مازال يكملوها، هاي نطلع تحت تما نشوفو واحد الدورة.
الطريق هذه هنا تخرج طريق المنزل. هاك طريق المنزل هي هاك انا ارتاح. يا اخوي اسفه طلعنا لك تل هنايا وصلنا لك تل فوق. اخوي انا راه شحال ما طلعت هنايا، اول مره نطلع لك هنايا اخوي اسفه باش تشوف الدواف راه واصله وكره دايره الدواء من هنا. هاي الواحي رامي ثلاثة هنا، يعني هاد الطريق هذا تخرج هنا في الطريق نتاع المنزل اللي راه طريق جديدة. انا اخويا يوسف تكون على خاطرك ومرحبا بأي واحد بغى يعني شي بلاصة نصوروها له حنايا في بركة، وكنا نقدروا بطبيعة الحال علاش لا نمشيو نصورو له كراه داير الدعوة ويشوف يعني شحال بواحد راه بعيد المدينة ويبغي يعرف الأخبار كراه دايرة في راه واصلة، يعني أشغاله في راه واصلة نوريو له نشوف. هي كراه دايرة الدعوة هنا. الطريق غادي تخرج ليها مع هذه ليها تخرج هنا. يا مع الطريق المنزل هذا. كل هيها الفوق جزء انت عزيزي السكن الاقتصادي هنا. تحياتي وفرجة ممتعة، وكما قلت لكم اللي بغى شي حاجة نصوروها له هنا في مدينة تاع بركان وكان في المقدور نتاعنا نصوروها مرحبا، خلينا كومونت وتشجيع نتاعكم بيان سور ضروري تزيد تحفزنا باش نقدموا فيديوهات اخرى وفرجة ممتعة وشكرا مع السلامة.